بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم ومساكم الله بالخير، ونلتقي وإياكم في حلقة جديدة وأسبوع جديد أيضا، وبرنامج أسرار التنزيل الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من شاشتكم قناة سمراء الفضائية، فأهلا ومرحبا بكم. مساهمة في تدبير وتدبر وتعظيم كتاب الله جل وعلا، ارتأينا أن يكون هذا البرنامج هو للغوص في معالم هذا الكتاب العظيم وأسراره وكشفها، ولو بالجزء الميسر المتاح لنا مما يتفضل به من مشايخ وعلماء يكونون ضيوفا لنا في حلقات برنامج أسرار التنزيل. في هذه الحلقة الثانية من هذا البرنامج وهذا الموسم الأول من أسرار التنزيل، تناولنا في الحلقة السابقة مشاهدينا كيفية يعني أسرار التنزيل، وما هو القرآن، وما كان تعريفه أيضا، وما هو سر التعبير القرآني أيضا، وبعض الفروقات في مسائل اللفظ القرآني، وكيف أن القرآن الكريم استعمل بعض الكلمات وغابت عن أو غابها في بعض الآيات وفي بعض المواضع والمواطن، وكان ذلك هو سر من أسرار التنزيل بحيثيات تصفيف هذه الكلمات، وجعلت أيضا في الإعجاز العلمي والإعجاز القرآني. أيضا اليوم سنأخذ مسألة مهمة، وهي بدايات هذا الكتاب الكريم، وكيف بدأت الفكرة، ومن فكر في مسألة جمع القرآن الكريم، على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبالتالي كيف يمكن أن فكر الصحابة في ذلك الزمن، يعني ذلك الرعيل الأول، وبالتالي قاموا بجمع القرآن الكريم ليكون متناولا بما نشاهده ونتعبد بقراءته في هذه الأيام. وبالتالي ما هي الأسرار في جمع القرآن، ومن فكر كما أشرنا، ومن بادر بهذه الخطوة، كل ذلك سنأخذه أيضا تبعا إلى معرفة الخصائص في التعبير القرآني مع سماحة الشيخ الدكتور محمد طه حمدون رئيس دار الفقه والأثر في العراق. فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ، حياك الله. حياكم الله. أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ. يعني بداية دعني أسألك في مسألة جمع القرآن الكريم، كيف بدأت هذه الفكرة؟ من فكر بها؟ من صاحب هذه النظرية، نظرية جمع القرآن الكريم، على الرغم من أنها لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما لا يخفى أن القرآن مر بمرحلتين في قضية الجمع، فهو جمع في الصدور ثم جمع في السطور. لا يمكن أن نقيس حقيقة، بعضهم يقيس الأحداث اليوم وطريقة الإملاء والكتابة على سابق العهد وعلى ما كان عند العرب من قبل مما كانوا يجيدونه، مما لا نجيده اليوم حقيقة كثيرا، وهي قضية الحفظ في الصدور. العرب لم تعرف الإملاء والكتابة كثيرا، حتى قال في الحديث نحن أمة أمية، وبالتالي كان قلة منهم من يجيد الكتابة ومن يعرفها، وكانوا يجيدون حفظ أشعارهم وكل معلقاتهم وما يتعلق بأيامهم يحفظونها في صدورهم. لذلك كانت هي سمة عامة عندهم، هي حفظ الأشعار وحفظ المتون وحفظ النصوص في الصدور. كما قلنا لم تكن الكتابة منتشرة في ذلك العهد، ولذلك كان ذلك هو السائد، وكان هنالك حفظة كثيرة. حين أنزل الله عز وجل بداية القرآن نحن نزلنا الذكر، حين أنزل الله تعالى هذا القرآن جعل حفظه موكل إليه سبحانه، على عكس ما كان موكل إلى بني إسرائيل كما في حفظ التوراة كما هو معلوم، فاستبدلوه وحرفوه وغيروا. لكن هذه الأمة امتازت أن الله تعالى بعد أن أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أنزله ونزله مفرقا على رسوله صلى الله عليه وسلم، مناسبا للأحداث والأيام والمناسبات التي تتعلق بكل آية، على مدى 23 سنة بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، في قبل هجرته وبعد هجرته إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام قبيل، يعني آخر آية نزلت قبل وفاته ب83 يوما كما قال العلماء. وبالتالي على مختلف الأحداث والأيام والانتقالات للنبي عليه الصلاة والسلام كان هنالك الآيات تنزل إما تجيب على سؤال أو تبين حال أو تثبت المؤمنين أو تفضح الكافرين، وهكذا على مختلف ما نراه. وبعد أن نزلت حقيقة بعد تثبيت العقيدة في مكة جاءت لتشريع الأحكام في المدينة، وهو السمة الغالبة
كما نرى في الآيات المكية والآيات المدنية. فالآيات المكية يغلب عليها طابع الأمور العقدية وتثبيتها في النفوس والرد على المعترضين على النبوة أو على الألوهية. أما الطابع العام والسمة الأغلب على الآيات المدنية فهي تشريع الأحكام وفضح المنافقين وتثبيت المؤمنين كما هو معلوم. بالتالي نزلت متفرقة، ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بكتابة هذه الآيات على الجلود، ومعروف كما في أحاديث كثيرة حتى أنه تتناقل، كما في حديث سيدنا عمر لما أسلم وذهب، كان سبب إسلامه لما ذهب إلى أخته فوجدها تقرأ في صحف وكان لها الأثر بالغ كما يروى في إسلامه. بالتالي معنى ذلك أن الصحف كانت تنقل، يعني بعض السور كانت هي تكتب مصنعة من الجلود، هكذا كان يعني الوسيلة المتاحة يومها هي الجلود، و يعني ما متيسر. نعم. فكانت هذه السمة النبي عليه الصلاة والسلام كان حين ينزل الوحي، كان هناك تسمى كتبة الوحي، فكان يأمرهم بكتابة الآيات، يعني كل ما تنزل آية يقومون بكتابتها هكذا عليه الصلاة والسلام. فينادي الكتبة يقول اكتبها في موضع كذا والحقها في سورة كذا ووضعها في الموضع الفلاني كذا، فكان بإشراف النبي عليه الصلاة والسلام. قضية كتابة المصحف كان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه نهاهم أن يكتبوا السنة النبوية الأحاديث، والسبب حتى لا يخترق بالقرآن، لأنه كل ما يخرج من فم النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد له أن يكون قرآنا، فإذا تكلم بالسنة مثلا ربما يختلط فيكتبون السنة ويختلط مع القرآن. ويعني كما قلت ليست هنالك كما هي اليوم، يعني هو كتاب للقرآن وكتاب للسنة، إنما الناس تكتب بما هو متيسر عند جلود، عند يعني هكذا هذول قسم الكتبة هم اللي كانوا معنيين بهذا الأمر، يعني بما يتاح عندهم من جلود أو حتى جذع النخل وما شابه ذلك. هذا الحفظ هو كان الحفظ الأصل في الصدور، الأصل السمة العامة للعرب في ذلك العهد، سريعي الحفظ، سريع الحفظ، وبالتالي يحفظون الآلاف. يعني مثلا تجد السيدة عائشة على صغرها رضي الله عنها وعن أبيها تحفظ مثلا 10,000 من شعر الهذليين وعشرة آلاف من شعر بني تميم وهكذا، فيحفظون الآلاف، يعني ما يقارب أضعاف القرآن يحفظونه في الصدور، لأن هي سمة عامة للعرب كما هو معلوم، وبالتالي كان هذا الأصل. لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت قضية الكتابة كي يكون مؤكدا لما في الصدور يؤكده ما في السطور. هذا هي أيضا كانت في بداية الأحداث، وفي المدينة طبعا ازداد الأمر، كان هنالك كتبة يعني مهمة رسمية كما معروف لسيدنا زيد بن ثابت، وأيضا كلف أبي بن كعب، وكان بعض الصحابة يحفظ القرآن كاملا كما يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان أربع يجمعون القرآن، فذكر منهم زيد وذكر منهم أبي وذكر أبو زيد وذكر زيد بن ثابت، فلما سئل من أبو زيد قال أحد أعمامي. وأيضا يذكر العلماء أن الخلفاء الأربعة أيضا كانوا يحفظون القرآن. لكن كان هنالك يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي التخصصات، يعني الشخص الذي هو معني بالحرب غير المعني بالسلم، الذي يعني بالعلوم وحفظها وكتابتها غير الذي يعنى بالسياسة وإدارة الأمور، غير وزراء، يعني الخلفاء الأربعة يحفظون، لكن مع ذلك كان هنالك أناس متخصصون يقصدهم الناس للتعلم والحفظ، يعني سم هذا تخصص يقرأ القرآن يعني ويحفظه موجودين في ويحفظ. زمن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا على رأسهم سيدنا زيد وأبي رضي الله تعالى عنهم، وبالتالي هؤلاء كانوا متخصصون في هذا، وكانوا يعني حضروا هؤلاء أيضا سيدنا زيد بن ثابت وأبي بن كعب حضروا الختمة النهائية للنبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا جبريل عليه السلام. فهو كما معروف وفي الحديث الصحيح أنه كان يعرض جبريل القرآن كله على النبي عليه الصلاة والسلام في كل رمضان، لكن في سنة وفاته عرض القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام مرتين. السبب يعني هكذا كان علامة وإشارة إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، قال لما قال لفاطمة رضي الله عنها يعني لا أرى إلا أن أجلي قد دنا، جعلها علامة كأنها إكرام إشارة، كانت إشارة من جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام، هكذا فهمها يعني النبي، هل فهمها النبي ولم يقلها، لا لم يصرح، لكن فهمها أنها هذه إشارة إلى أنها زيادة إكرام وزيادة تأكيد وزيادة علاقة بالقرآن الكريم. كان عام صعب يعني على المسلمين، هكذا يعني كان من أشد الأعوام طبعا وقعا على الصحابة الكرام، أن يعني يفارقوا حبيبهم وانقطاع الوحي من السماء إلى الأرض.
طبعا كان يقال أن زيد ممن عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام تلك الختمة، ولذلك لما كلفه سيدنا أبو بكر فيما بعد كان لهذا السبب، وهو كان من المتقدمين في هذا الباب، وكان سريع الحفظ كما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يقال حفظ السريانية في 7 أيام ما شاء الله. وبالتالي كان قضية هذا كما قلنا حفظ الصدور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن موجود في صدور الصحابة الكرام وموجود طيب في متفرق في طيب الصحف. قبل لا أروح على بعد وفاة النبي، نحن نتكلم الآن يعني في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام نبي الله، لكن في الحقيقة يعني هل هذاك يعني ذلك اليوم كان ربما تيسيرا من الله سبحانه وتعالى فتح على صدورهم ليحفظوا هذه الآيات؟ أشرت سمحت الشيخ قبل قليل قلت أنه القرآن كان ينزل كاملا في رمضان على النبي عليه الصلاة والسلام، طيب ماذا عن الآيات التي نسخت والآيات التي تنزل تباعا، هل كانت تنزل أيضا أم كانت تفرغ من القرآن لحين نزولها؟ كيف ممكن يعني هو الآيات التي كانت تناسب الأحداث يعني كانت اللي موجودة التي نزلت، خلينا نقول القرآن الآن كما يقول العلماء الموجود بين أيدينا من البقرة أو من الفاتحة إلى الناس، هذا هو نفسه موجود في اللوح المحفوظ. طيب. ونفسه الذي نزل نسخة منه إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا على الأحداث والوقائع، هذا هو الأصل. لكن المناسبة مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى هو لم يتيسر له أن يجمع المصحف أو المتفرقة في مصحف واحد، لأن الآيات كانت تنزل تباعا إلى قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام. يعني آخر آية نزلت عليه على خلاف أنه النصر أو التقوى يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني التي هي في البقرة بعد آية الدين، قال وضعوها بعد آية الدين وقبل لم آية تكن اليوم أكملت لكم دينكم و لا لا هذه لم تكن لا بعيدة، نزلت من أواخر هذه من الأواخر، لكن تلك هي الآخر. لكن الشاهد هنا أنه قال وضعوها في هذا الموضوع، هذه قيل قبل وفاته عليه الصلاة والسلام ب83 يوم، يعني قبل شهرين من وفاته عليه الصلاة والسلام، أو يعني ما يقارب الشهرين أو أكثر قليلا كانت وفاته. فهنا كما قلت يعني القرآن بقي متفرقا، مع ذلك كان يعرض على قلبه صلى الله عليه وسلم القرآن، والصحابة كانوا يحفظونه، يعني يحفظون أغلبه، وكلما نزلت آية كما قلت لهم قابلية الحفظ فكانوا يستعرضونه فيحفظونه. وكما قلت هنالك من الصحابة من حفظ القرآن كله، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض عليهم، وكان الصحابة يراجعون هؤلاء الحفظة، يعني ممن أسلم حديثا، ممن وفد عليه، ممن يريد حفظه، فبالتالي يعني يرجع إليه فيحفظ. هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت الزمان لم يسعف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن مكتوب في الصحف طيب المتفرقة طيب وكان محفوظ في الصدور إلى حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ ما علاقة ليلة القدر بهذه؟ يعني هل هذه كانت تنزل على النبي، يعني ينزل القرآن كاملا في هذه الليلة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل سنة؟ لا، ليلة القدر كان ابتداء النزول، وإحنا لما قل إن أنزلناه في ليلة، القدر. هنالك تفسيران وهما صحيحان يعني لا يتضاد أحدهما. الأول أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر. طيب. والثاني أنه نزل في ليلة القدر، أي في الساعة التي خوطب فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح اقرأ، كانت في ليلة القدر، فكان ابتداء نزول القرآن في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء، من السماء الدنيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة. هذا النزول الأول ولا هو هذا النزول هذا الأول. تفسير يقولها الشيخ؟ لا، هذا النزول الأول. طيب. النزول لأن إحنا عندنا ستأتينا إن شاء الله الفروقات بين نزلنا وأنزلنا. طيب. فأنزلنا للجملة الواحدة ونزلنا متفرق. جيد. لكن هنا وأيضا نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام من ليلة القدر. أول آية نزلت أو أول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آيات، فهذه ابتداء نزول القرآن. متى كان هذه الليلة؟ هي ليلة القدر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغار لما جاءه جبريل فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، كما في الحديث الطويل المشهور. فكانت نزول هذه الآيات فيه إنا أنزلناه اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب. هذا ابتداء النزول الفعلي للقرآن، واستمر هذه على حسب كذلك كان السبب الرئيسي الذي ذكره الله عز وجل لنثبت به فؤادك، وبالتالي ورتلناه ترتيلا. فتفريقته يعني هما لما قال الكفار لولا أنزل جملة واحدة معروف كان نوع من التحدي، يعني كان نوع من التحدي. فالله عز وجل بيّن أنه لتثبيت الفؤاد وأيضا لتبيين الوقائع سبب هذا النزول على المتفرق، لأنه كان الناس يسألون فينزل الجواب.
حتى الناس يثبت في الفؤاد، يعني تكون محاكاة بين العباد وبين الله عز وجل. ولو حقيقة أنزلت جملة واحدة كما في صحف التوراة يعني التي أنزلت على سيدنا موسى، حقيقة ربما يعني لم ينتفع منها كثير، بمعنى أنه أحيانا تقع الواقعة مثلا في غزوة يحصل خلل عند الصحابة، يتعرضوا لمشكلة معينة، فينزل القرآن بحلها إلى دعم هكذا رباني. يعني فرق من أن ترجع أنت، يعني فرق كبير أن ترجع إلى المصحف ثم تبحث، في حين تنزل آية تحاكيك وكأن هنالك ربط بين الأرض والسماء، كأنها تخاطبك، يكون وقعها على الفؤاد أشد وفي الحياة أكثر تأثيرا. وهذا هو سبب تفريق الآيات كما قلنا بالبداية لتثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، لأنه كأنك تحاكي السماء، وكذلك لأنه أثبت في الصدر. ولذلك قال ولا يعني في الآيات الكريمة التي نبه الله تعالى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن لا يعجل في القرآن، فإن علينا جمعه وقرآنه، فهو الذي يجمعه في صدر النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يحاول أن يحفظ القرآن فيردد مع سيدنا جبريل، لكن أخبر أنه قضية حفظه في صدر النبي عليه الصلاة والسلام هي مهمة من الله تعالى وتكريم وتشريف. هذا هو هذا الجمع في الصدور. ثم كان هنالك جمع ثاني هو الجمع في السطور. حقيقة هنالك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان هنالك حاجة داعية، لكن كما يخفى هنالك ما سرع قضية جمع المصحف الذي كان هو سببها الرئيسي هو قتل 70 من القراء في معركة اليمامة التي كانت مع مسيلمة. يعني حتى تعرف الصورة كيف كان الصحابة يحفظون القرآن الكريم في وقعة واحدة 70 حافظا، فإذا هنالك كان حفظ كثير للقرآن من الصحابة الكرام. كان سبب يعني وقعة اليمامة لها الأثر البالغ أن يتفطن لها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم يذهب إلى سيدنا أبي بكر يقول هنالك استحر القتل بالقراء، فلو جمعنا القرآن قال ذلك فعمل لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله إنه لخير، فما زال به حتى شرح الله صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. ثم خاطب هنا سيدنا أبي بكر أرسل علما إلى زيد بن ثابت باعتباره رقم واحد في هذا الباب، وهو الحافظ الأول، وهو الذي كان يعني كما قلت عرضت عليه الختمة الأخيرة. فلما يعني أقبل عرض عليه الأمر فاستثقله، قال أمر قال أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعني أمر مو سهل. فقال يعني لأنه كما قلت العرب لم تعتد أن تجمع كتابا تجعله دستورا، كان دستورهم هو يعني كما محفوظ في الصدور، لأنه ما حد مسويها هكذا، هو لم يعتادوا عليه، يعني العرب لم تعتد على لكن هذا، لكن التوراة والإنجيل كانوا موجودين، يعني يعني العرب أولئك أقوام بني إسرائيل غير يعني وطبعا لا يخفى أن بني إسرائيل حرفوا في هذا القرآن وغيروا فيه، لأنه كان مكتوبا عندهم ولم يكن عندهم علم ما يسمى عندنا علم الأسانيد والتثبت بالتالي حتى قال لما حتى شرح الله صدري لما شرح الله صدر أبي بكر وعمر، ثم قال والله لو كلفوني بنقل جبل كان أهون علي من كتابة هذا المصحف. هذا تمسك بالسنة ولا خشية الوقوع بالخطأ، ولا كان يشك أنه يعني قد ينسى شيء لا سمح الله؟ لا هو الأمر عظيم جدا أن تجمع القرآن. كيف نفسر هالشخصية هذه بهذه اللحظة؟ يعني السبب الرئيس العظيم هو أن تجمع القرآن، يعني هذا القرآن هو أعظم شيء موجود اليوم في الوجود، فأن تجمعه بين دفتين تجعله في كتاب واحد وتجمع تقوم بهذه المهمة العظيمة التي هي ستكون دستور هذه الأمة الذي هو سيكون هو المرجع، ليس بالأمر السهل، يعني أي خطأ فيه لا سمح الله أي كذا، مع أنه الله تعالى تكفل بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مع ذلك هو يعني مهمة شاقة جدا أن تكون أنت على رأس هذه المهمة. طبعا الصحابة الكرام كانوا يتحرزون حتى في الفتوى، يعني يسأل الرجل فيحيل إلى آخر فيحيل، فحتى تصل إلى 70 رجل ثم ترجع إلى الأول، ويقول سيدنا عمر إن أحدكم، أو يقول بعض الصحابة إن أحدكم ليسأل المسألة فيجيب لو جمع لو سئل عنها عمر لجمع لها أهل بدر. سيدنا عمر كان رضي الله عنه إذا تعرض عليه مسألة فقهية يجمع لها الصحابة الكرام، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه كذلك، يعني مسألة اليوم ربما يجيب عليها بعض من تمشيخ ومن دعا العلم هكذا، مثل هسه احنا وقتنا هذا اليوم هكذا لو عرضت على سيدنا عمر لجمع لها أهل بدر. يعني كان يتورعون في هذه الأمور، وكانوا يعني الأمر ليس بالسهل بالنسبة للثقات حقيقة، لا يتصدرون هذا الأمر هكذا.
كما قلت ثم جمع يعني سيدنا قام بهذه المهمة. قبل ذلك لابد أن أشير يعني معلومة مهمة، هو هل كانت هنالك مصاحف؟ نعم، يعني هذه المهمة لم يقم بها يعني سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر أو يعني زيد رضي الله تعالى عنه، هم ابتكروها. هو كانت هنالك مصاحف، مصاحف لأبي بن كعب، مصاحف لابن مسعود، مصاحف حتى لسيدنا علي. مصاحف ها كانت موجودة عندهم، مصاحف شخصية بها؟ يعني كانت مكتوبة عندهم، مصاحف شخصية. وهذا يجي إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. يعني دليل على وجود الكتابة في ذلك الوقت بشكل كبير. لم تنتشر. أنت الآن العفو الآن الآن لما أني مثلا يعني اليوم كمثال أضرب، قبل كان البيانات التي يلقيها رئيس الجمهورية مثلا في العهد القديم القريب على القناة العراقية مثلا الأولى، هي القناة الرسمية، حتى كان من يعمل انقلاب يسيطر على القناة فيسيطر على الحكم. اليوم مثلا ذهب الناس لا بعد عهد لا هنالك قنوات تنشر إلى الصحف والجريدة الرسمية وإلى آخره مثلا قبلها. اليوم مثلا رئيس الدولة إذا ينشر بيان وين ينشر؟ على تويتر، يكتب بيان، يكتب تغريدة كأنها بيان وكأنها يخاطب بها الناس فيعمل تغريدة. إيش قال؟ تغيرت الوسائل، لأن الناس أكثر متابعة لأي شيء. أنت تروح الآن لما أنا إذا خاطب مثلا جمهوري أو خاطب شعبي مثلا، أخاطبهم بأي شيء؟ أخاطبهم بأكثر وسيلة كلهم يستخدموها، أكثر وسيلة تنتشر بين أيديهم وأسرعها. فأي شيء بين أيديهم مثلا تلفزيون قال مثلا كذا، أو إيش قال تلفزيون والجرائد والتويتر وفيسبوك، يعني هذه الوسائل فأستخدمها للوصول إلى جمهوري مثلا. لما الجمهور لا يستخدم هذه الوسائل، يستخدم مثلا أنا أريد مثلا أنشر خبر، أروح إلى وسيلة بعيدة جدا لا يستخدموها مثل تليغراف وأدز للجمهور عن طريق التليغراف. إيش من راح يقرأها؟ يعني واحد بالمليون مثلا؟ بالتالي هذا وسيلة صحيحة؟ لا طبعا. وبالتالي كان الوسيلة السائد أن تستخدم ما يستخدمه الناس. فإذا ذهبت إلى التدوين لم يكن معروفا عندهم، لكن الصحابة كان عندهم هاجس كما قلت، كانوا بعضهم يكتب المصاحف. لكن سيدنا عمر رضي الله عنه إيش يريد؟ يعرف أنه لابد هنالك من قرار رسمي، بيان رسمي أنه جمع المصحف يكون مهمة دولة، قرار دولة، حتى ينشر إلى الناس يكون أكثر قبولا وأكثر جمع. يعني مو محاولات فردية، قضية كتابة المصحف مهمة عظيمة. فقضية أن ينفرد بها أبي بن كعب أو ابن عباس أو ابن مسعود أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا تكون مهمة معرضة ربما لإشكال معين. طيب. لكن لما تقوم عليها مهمة رسمية وجمع من الناس وتكون مؤسسة قائمة عليها رسمية يكون وقعها أكبر والثقة بها أعظم. طيب. هذا ما أراده سيدنا عمر، وفعلا كلفت يعني لجنة. طيب هذه اللجنة هي أنا أريد أسأل عن هذا، يعني تم استشارة الصحابة، يعني كما أشرت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتعامل مع كل المسائل الفقهية باستشارة الصحابة. فكيف في مسألة جمع القرآن؟ هل هو تبنى الموضوع أم في زمن أبي بكر رضي الله عنه؟ في زمن سيدنا أبي، لكن هو كان صاحب المشورة في الأمر، هو الذي تنبه، هو هنالك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ربما لو لقصر فترة خلافة أبو بكر رضي الله عنه كانت قصيرة، يعني هكذا لو طالت لو طال العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام ربما ذهب لجمع المصحف. لكن كما قلت هو الآيات تنزل على عهد علي إلى أن انقطع الوحي قبيل يعني شهرين أو ثلاثة أشهر قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أبو بكر حدثت حادثة هنالك، الآن الموانع زالت في كتابة المصحف، المصحف موجود كامل بعد ما الوحي ما ينزل من السماء. خلاص قضية أيضا مما سرع كما قلت وقتل القراء، هنالك معارك للصحابة، حروب الردة حقيقة ذهب منها ذهب ضحيتها كثير من الصحابة الكرام. في معركة 71 قارئا يعني حافظا لكتاب الله قتل. هذا سرع فقال والله إذا خير. طبعا كل هذه الاستشارات كانت في معرض من الصحابة الكرام يعني، فأقروا هذا الأمر. كلفت لجنة عليا برئاسة زيد بن ثابت الذي هو كان كاتب الوحي وأقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. كما قلت النبي عليه الصلاة والسلام يراعي التخصصات، هذا شغلته يدز عليه يقول له اليوم اكتب كذا اكتب كذا. فالأمر كلف. إيش الآلية؟ الآلية أنه لا نعتمد على حفظ الصدور فقط لو محافظين القرآن. طيب الكل حافظة كانت يعني مو الكل لا يعني طبعا هنالك حفظة معينة، نحن نتكلم عن الحفظة هم يعني بمجمل حافظين كثير كل القرآن، هنالك يعني من هو يحفظ القرآن. نعم نعم. هناك من تميز بحفظ الكامل، هناك من تميز بحفظ الأغلب وهكذا. لما كلف قال
تأتي يعني سيدنا عمر ذاع بيان يعني بتكليف من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه يجلسون، أي واحد يأتي يأتون بالصحف الذي كتبوها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي كل كاتب أو من عند الصحيفة بشاهدين، يجيب شاهدين، لو يجيب صحيفة هكذا ما يقبل، يأتي بشاهدين أن هذه كتب على عهد النبي وبأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع جميع ما بين أيدي الناس من العسف والصحف ونحو ذلك يعني مما هو متوفر الكتابة عليه، ويشهد على كل كتابة شاهدان بحضور اللجنة المكلفة لكتابة المصحف، ثم بعد ذلك مع الحفظ الموجود في الصدور أيد ذلك بما هو مكتوب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع لأول جمع هو جمع المصحف كما يقول سيدنا علي رضي الله عنه: إن أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين جمع المصحف بين دفتين، فجمعها فكان أول جمع للقرآن الكريم. بعد ذلك حقيقة لكن لم يأخذ طريقه إلى الأمصار، كان الجمع الأول في كتاب واحد، في كتاب واحد. هذا العملية بعد فتح البلدان سيدنا حذيفة بن اليمان في عهد سيدنا عثمان بن عفان، هذا المصحف لما كتب بقي في بيت السيدة حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وبنت الفاروق رضي الله تعالى عنهم جميعا. سيدنا حذيفة تفاجأ أن هنالك اختلاف في القراءة، لأن هنالك كان هنا سؤال يعني القرآن كما حدثت يعني حادثة هشام بن حكيم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، نعم، في كيف قرأ قال يعني في عهد النبي، في عهد النبي وذهب عمر بن الخطاب يعني إلى النبي وقال اقرأ يا هشام، فقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قرأها عمر وقال هكذا أنزلت، يعني مجمل القراءات هل كان لها تأثير في جمع القرآن في ذلك الوقت وفق مبدأ أنه القراءات السبع؟ لا، هذه القراءات القرآن كتب على حرف واحد، هذه السبعة أحرف قبيل جمع المصحف، الصحيح أنه بعد جمع المصحف انتهت القراءات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه لهجات يعني انتهت القراءات. هذا الخلاف خلاف ثاني، خلاف أشد. لماذا؟ هو انتشرت الفتوحات في توسعت خاصة في عهد سيدنا عثمان، يعني وصلوا إلى أفريقيا أرمينيا وهكذا وقاربوا الأندلس، وبالتالي يعني انتشر يعني قاربوا ثقافات متعددة مختلفة واختلفت اللهجات واللغات، فبالتالي كان الأمصار تقرأ على قراءة بعض الصحابة. والإشكال وين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه كان جامع الصحابة كلهم، كبار الصحابة مسوي لهم مثل أشبه بالبرلمان باللجنة العليا في المدينة، ما يسمح لحدهم أن يخرج. في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه سمح للصحابة أن يخرجوا من المدينة، فذهب هذا للكوفة، ذاك للبصرة، ذاك للشام، وذاك للمكة، تفرقوا. لما تفرقوا اجتمع الناس، مثلا الكوفة يجتمعون على ابن مسعود، ومثلا مكة على ابن عباس، والمدينة مثلا على ابن عمر وهكذا، والشام على أبي وهكذا. فلما اجتمعوا كل كان له مصحفه الخاص، كان هذا أيضا سبب اختلاف. لما سيدنا حذيفة بن اليمان وجد الناس يختلفون في يعني أثناء الفتوحات الغزاة من أو يعني يذهبون، فهذا يقرأ على قراءة أبي، ذاك يقرأ على ابن مسعود وهكذا، ذاك على زيد، عندها إيش عمل؟ جاء إلى سيدنا عثمان كما جاء سيدنا عمر إلى سيدنا أبي بكر، فقال أدرك الناس فإن الناس اختلفوا. هنا إيش عمل سيدنا عمر؟ دز على مصحف، أرسل إلى مصحف الذي هو موجود عند السيدة حفصة الذي جمعه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وشكل لجنة أخرى جديدة برئاسة أيضا زيد وأبي وعبد الله بن الزبير وبعض الصحابة الكرام معهم، قاموا بعمل نسخ من هذا المصحف. طبعا وراجع هم أكد هم عمل استقصاء جديد وكذا، وعمل كتابة جديدة يعني نسخ جديدة ست نسخ، بعثها إلى الأمصار وجمع كل مصحف متفرق للصحابة الكرام. يعني مثلا مصحف ابن مسعود دز عليه، أرسل مصحف ابن مسعود، وأرسل إلى مصحف سيدنا علي، وأرسل إلى مصحف أبي، كلهم بعث بها فأحرقها على مسمع ومرأة من الصحابة الكرام، وكلهم أقره على ذلك، وعمد إلى المصحف الذي كتبه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فعمل منه ست نسخ، نسخة إلى مكة، نسخة إلى المدينة، نسخة إلى الشام، نسخة إلى اليمن، إلى البحرين، إلى مكة، إلى الأمصار. يعني خلاص هسه الآن بقى
بأمر من الدولة وبإقرار من الصحابة الكرام مصحف واحد بخط واحد إلى جميع الأمصار بحرف واحد. قرار دولة. فهذا هو الجمع يعتبر الجمع الثاني والذي أقر وأنهى الخلاف. بقي موضوع آخر اللي هي موضوع معركة التنقيض. اليمامة اللي صارت لا انتهت اليمامة خلاص خلصنا منها صارت بقت مصحف 11. التنقيض احنا الآن لما القرآن هو تمام معلوم مكتوب هكذا بدون ما يعرف تنقيض اليوم تشكيل أو تنقيض هذا طبعا يعني مصطلح معاصر هو يعني هذه لا عاجم المشكلة لما انتشر الإسلام ودخل فيه الأعاجم صار العاجم أكثر من العرب ففي عهد بني أمية في عهد الحجاج وقيل قبل ذلك في عهد أبي أسود الدؤلي الذي كلف فيه قيل من قبل نصر وقيل من زياد والمهم فأبو أسود الدؤلي أول من قام إيش قال جمع القارئ قال فإن جعل المداد يعني كتابة القرآن بلون والتحريك بلون فإذا رأيت فتحت فمي يعني الفتحة ضعف حركة وإذا كسر تحت وإذا ضم قباله هكذا طبعا بعدين جاء يعني بعض الكتاب نصر غيره فغيروا يعني جعلوا هاي الحركات الآن بني العباس يعني عمدوا إلى ذلك ذهبوا إلى هاي قضية الحركة وبعدين التنقيض فأصبح القرآن هكذا إلى العهد هذا ليش لما كان العاجم لا يفقهون ما يفقه العرب ويحفظون عمدوا إليه وبالتالي أصبحت هنالك نسخة واحدة ختاما يعني في هذا الباب يعني قضية واحدة نحن نعتمد ثلاث شروط في المصحف وهي ما اعتمد رسم الإمام وهو رسم الإمام يعني سمي مصحف عثمان مصحف الإمام وما وافق اللغة العربية وما ورد إلينا بسند متواتر غير ذلك كله حقيقة نعتبره شاذ ولا عبرة به ولا يقرأ به في الصلاة ولا يعتمد به في الأحكام هذا هو الصحيح المعتمد عند جمهور العلماء وبالتالي نحن نأخذ هذا الذي حفظ الله تعالى القرآن الكريم هو محفوظ في الصدور كان وفي السطور السطور هي عبارة عن حكاية ما في الصدور يعني حفظه الله في قلوب العالم في صدور المؤمنين وهذا سر القرآن أنه سهل الحفظ واليوم تجد العاجم حقيقة تعجب إلى الأعجمي الذي لا يعرف أي شيء من العربية لو سألته إيش ذهب لا يعرف ولكنه يحفظ القرآن يقرأ ويحفظ نعم. يعني أنا الآن حقيقة مثلا أي لغة أخرى لا أفهمها لا أستطيع أحفظها يعني مرات كلمات إنجليزية إذا ما فهم معناها لا أستطيع أحفظها لا هي حقيقة تجد يعني من المعجزات الباهرات أن تحفظ الأعاجم القرآن الكريم في صدورها وهي لا تفقه معانيها يعني كيف لا تفقه معنى شيء وتقدر تستطيع تحفظه هذا ليش إلا أنه يكون معجز يعني اليوم هنالك ملايين من الحفظة من غير العرب وهذا سر من أسرار الإعجاز القرآني جزاك الله خير جزاك بارك الله بك طيب يعني خلينا ننتقل إلى مسألة أخرى في مسألة احنا كنا نتكلمنا حتى عن مسائل جمع القرآن وعلاقته وليلة القدر الله يبارك فيك يا شيخ ما خليت النشي طيب نذهب إلى الترادف ولا سياق يعني احنا الآن عندنا قضية موضوع مهم جزاك الله خير الله تكلمنا عن الترادف هو طبعا موضوع يعني طويل جدا لكن أذكر أن الخط يعني بعض العلماء يذكرون يعني أنا أعرابيا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال علمني عملا يدخلني الجنة فقال أعتق النسمة وفك الرقبة قال أوليس واحد يعني قال لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين أو أن تعين في ثمنها هذا أعرابي يعني يفقه الكلام إيش فالنبي عليه الصلاة علمه أنه مع تشابه الألفاظ إلا أنها تختلف يأتيكم أهل اليمن أرق قلوبا أو أفئدة وبالتالي يغاير الله تعالى يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا مع أنه في الدلالة واحدة قال لا لأنها تستخدم استخدامات أخرى بالتالي الترادف كما قلنا يتعارض مع مفهوم الإعجاز في القرآن الكريم لذلك يعطيها كل لفظة يعني هناك من يقول سيري وعين الله ترعاك هذا نشوفه دائما على السيارات يعني لا تقول راعنا وقول انظرنا لا هو راعنا لأنه يعني كان له معنى دلالة تستخدمه اليهود للطعن راعنا من باب الرعاية العفو الرعونة الرعونة لأنها وإن كانت العرب تستخدمه في الرعاية الناس تفهمها رعاية وهكذا لكن لها يعني إحنا نسميه تعريض فيها معنى آخر ولكن كانوا يدخلون مثل يقولون السام عليكم يعني إحنا الآن واحد العفو مرات إذا سريع بالكلام السلام عليكم يعني إذا السلام عليكم يقولها السلام عليكم فأنت إيش تسمحها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه أي يعني أنت تسمحها السلام عليكم تقول ده يسلم بس هو يعرف ويقصد الموت السام الموت
فالنبي عليه الصلاة والسلام إيش كان يقول؟ وعليكم، يعني وعليكم الموت. هذه وعليكم فقط للغير أديان ولا لكل شخص؟ لا لا لا، هاي فقط، لأن إحنا في مع إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. إذا قال السلام عليكم قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني أفضل دائما ترحب. إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، هكذا. المهم أن تحيي بأحسن ما حييت. السيدة عائشة كانت تتكلم عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يكفي. يعني مثلا نجد يعني مثلا في التعبير القرآني، مثلا في المغايرة في هذه القضية، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. طيب ما سيء ما تمسك، يعني تنال او يعني صيبك حركة يعني حسنة او سيئة تمسسكم، هسه انا من اسمعها بداية اقول المعنى واحد، يعني اذا جاءتني حسنة عدوي، يعني والنبي الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام هؤلاء المنافقون او الكفار، اذا تمسكم حسنة يأتيكم خير يسؤهم، وان يأتيكم الشر يفرحوا. هذا الذي يفهمه مباشرة. لكن انظر لدقة التعبير، يقول إن تمسسكم، طبعا المس غير الإصابة، يعني واحد مس يعني شلون يطخ طخ، يعني أقلل إشارة، يعني كأنه إذا أصابكم أقل الخير، ضاجوا هم وزعلوا وانقهروا، فكأنه الله تعالى العبارة هذه واضحة، لكن إن تصبكم سيئة، إذا أصابكم مكروه قليل ما يكيفون. هل حسن المس والإصابة للسيئة؟ يعني سيئة كانت كبيرة، هو العفو هذا القصد؟ نعم هكذا هو بالبداية. المس والإصابة كلاهما أنا الحين المتلقى أعتبره نفس الشيء. طيب، يعني بمعنى إذا وصلك خير يسوءهم، وإذا وصلك شر أفرحهم، المعنى هذا. طيب، لكن لماذا غاير فقال إن تمسسكم، وهناك قال إن تصبكم؟ تصبكم، نعم. ليش غاير؟ ليش؟ لأن هؤلاء لشدة حقدهم وحنقهم على المسلمين، إذا مس خير ولو قليل يحزن يسوء يضوج، ولكن إذا مسه شر قليل لا يريد ألا يصيبه، فالشيء كبير يعني يصيبه المسلمين بلاء كبير، حينئذ يفرحوا. يعني هو لا يفرحون إذا أصابهم شيء قليل لشدة حزنهم، يريدون يصيبهم إصابة. الإصابة أصل لما ترمي السهم تصيب، إذا تصيب يعني تكون الإصابة محكمة، يكون قوية أثرها أعظم، غير المس يعني بطرف هكذا. فأراد يعني هذه أيضا مثل، أحيانا القرآن الكريم يأتي للتعبير، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أنضرب بعصاك الحجرة فانبجست منه 12 انبجست. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، نفس السياق نفس الآيات، فانفجرت منه 12 عينا، هناك قال فانبجست منه 12 عينا. طيب هنا شو الفرق؟ يعني ليش هنا تناولها بهذا معناه رغم أنه العملية واحدة؟ إذا جاء في معرض ذكر فضائل بني إسرائيل أو أنه هكذا يعني إكرام الله لهم، ذكرها الانفجار أعلى، وإذا ذكر عصيان يعني إذا أراد في مقام التكثير والنعم والكذا يذكر انفجرت، لأن أنزل عليهم المن والسلوى وانفجرت الأعين وهكذا. إذا ذكر في مقام عصيان بني إسرائيل وسوء أفعالهم وإجرامهم، إيش ذكر؟ الانبجاس اللي هو يعني دلالة على قلة نضح الماء، لأن هو الماء أول ما يخرج إيش يخرج؟ انفجار. وثلاث صحيحة حتى أذكر هنا، يعني هسه مسألة زمزم هم قريبة، يعني هو الآن أذكر قضية مهمة جدا الآن إحنا ستأتينا، نعم، راح يقول هي انفجرت لهم بجسد، يعني هي وحدة منها، مو هي وحدة، إحنا دا نقول هي انفجرت لهم بجسد. القرآن لما يحكي لنا هو مسله أصاب، أضرب مثال بسيط لتقريب الصورة للمشاهد الكريم. طيب أنا اليوم أسألك أقول لك أنت وين شنت مثلا، أين ذهبت؟ يعني قلت والله اليوم أنا سافرت إلى البلد الفلاني، فإحنا دا نتكلم في جلسة، تقول سافرت للبلد الفلاني ورجعت، خلاص انتهى، أنت صادق الآن أو مو صادق؟ صادق. إحنا الآن دا نتكلم على حالة الطقس في البلاد، فتقول والله أنا سافرت اليوم البلد الفلاني وكان باردا جدا، وبحيث إحنا لبسنا الكذا ولبسنا كذا، ويعني أنت صادق في هذه الأولى، أنت تقول ذهبت وجيت، صادق أكد على ذهابك، ذكرت تفصيل آخر
هذا لا يعني العفو أنك كذبت في الأولى. المتحدث ما كذب في الأولى، هو الأولى أجمل. قال ذهبت وجيت، لأن الحديث أنا ما أريد أسمعني من التفاصيل. أنا الموضوع السياق القعدة أنه أنت شو ما حضرت البارحة معنا؟ قال والله كنت مسافر وجيت. إذا أنت صادق، لأن الموضوع دلالته لا تستدعي. إذا قمت تفصل أنا راح يعني أعتبر هذا خارج السياق. وتمل منه يعني. ومل لأنه أنا أريد منك فقط سؤالي ليش ما حضرت. لكن لما مثلا دا نتكلم على الجو في كلام تبسط، راح تبسط في قضية الجو. لما آخر مثلا نتكلم عن الوضع الاقتصادي، تقول والله ذهبت وكان الجو باردا، ثم ذهبت نشتري وإذا الأسعار كذا، وقمت تفصل في موضوع آخر، لأن الحديث كان إيش عن قضية الأسعار والوضع الاقتصادي. أنت صادق في الثلاث أحاديث والثلاث روايات، لكن الأولى أوجزت لما الكلام يقتضي الإيجاز، والثاني فصلت في جزئية لما الكلام كان هو محور الجزئية هذه، الثالثة فصلت في جانب آخر غير الجانب الطقس وهو الوضع الاقتصادي، لأن الموضوع كان حول محور الجانب الاقتصادي. بالمجمل أنت مسافر وكل الكلام صحيح مسافر. ولله المثل الأعلى. نحن الآن حين نتناول الموضوع في القرآن الكريم، القرآن مثل موضوع يتكلم في قضية إكرام وإنعام، يأتي بالألفاظ التي تناسب قضية الإكرام والإنعام. ولما يأتي في مقام الذنوب والإساءة والعقاب يختار من الألفاظ ما يناسبها. كلاهما صحيح، يعني العين بطبيعتها تنفجر، يخرج الماء قوي، ثم إيش يكون مرور الوقت؟ يكون النضح قليل، تفتر وتضعف، تفتر هكذا يعني لا تستمر على حالة واحدة، الانفجار بداية. ثم حين أراد الله تعالى ذكر النعم والفضل ذكر أول حالها، أول حالها ذكر الانفجار، أنها انفجرت، فكان من نعم الله دلالة على أنه أنا فجرتكم هذا وانطيتكم المنة والسلوى وكذا. لما بعدين ذكر ذنوبهم قال وانبجست، يعني فذكر الحالة الثانية التي أقل التي تناسب ذكر الذنوب والعقاب لهم، فذكر كل حالة بما يناسبها. مع أن الانفجار في اللغة العربية والانبجاس كلاهما يدل على ما يخرج أو على الخروج أو على يعني هذه الهيئة المعينة، لكن كلاهما استخدمهما كل في مجاله. وهذا هو أنه لا ترادف في القرآن، لأن يعني حتى أنت السيف مثلا تسمي السيف كل في مرحلته، الجمل البعير له، الأسد له مئات من الأسماء، ولكن الصحيح هو يعني كل اسم في وضعية وحالة معينة يكون فيها هذا الشيء. العرف تطلق عليه اسم، فإذا تغيرت حاله أعطته اسم آخر، وهكذا لشدة مخالطتها لهم. طبعا نظرية السياق هنا أختم يعني احنا ذكرنا في الكلمات والمعاني والألفاظ هكذا، لكنه يتسم السياق له أكثر من وجهة للنظر في ألفاظه. طبعا أبرز هي كشف الفروق. أكثر شيء طبعا هو مقام، احنا ذكرنا أنه السياق العام في القصة هو الذي يحدد اختيار الألفاظ. يعني الله عز وجل لما يأتي بهذه اللفظة دون هذه اللفظة لأنه يراعي السياق العام في السورة، فيرى كما ذكرنا حالة العطاء غير حالة المن كالمطر والغيث هكذا، هو يراعي الحالة. فطبعا هاي الدلالات المعجمية والفروق هذه هي التي نتناولها. حتى أنه مثلا يستخدم أبنية الأسماء، أبنية كل لها دلالة. يعني هسه الآن مثل عالم وعليم، هو كلاهما يدل على العلم صاحب الشيء، لكنها جاءت على زينة مثل عالم، مثل يعني فاعل، على وزن فاعل عفو، عالم وخالق وبارئ، على صفة فعلية، ويلحق بها ما جاء على مبالغة مثل غفار وعلام وعليم وقدير. كل واحدة يستخدمها استخدام خاص في محور معين في مجال معين. هذه لها فروق إن شاء الله نتناولها أيضا كثيرا. هذه الدقة طبعا في التعبير واختيار اللفظ المناسب لا يشاركها أي مرادف آخر. لما تجيب أي لفظ آخر المعنى هذه تعتبر من خصائص التعبير القرآني، من خصائصه. مثلا أذكر مثال انقلاب عصا سيدنا موسى، مرة الله عز وجل يقول حية، ومرة يقول عنها ثعبان، ومرة يقول عنها جان. طيب هي ما انقلبت؟ هي انقلبت نعم، لكن انقلبت إيش؟ طبعا الحية والثعبان والجان كلها من أسماء الأفاعي، كلها لمسمى واحد، لكن هذا المسمى له دلالات. الحية تدري تختلف أشكالها وألوانها وحجمها، فكل وحدة الله عز وجل سماها في وضعية معينة تناسب محور الآية. يعني مثلا عصا موسى لما يعبر عنها بحية، عندما يكون الخطاب لسيدنا موسى لا يراد من الحية إلا جنسها،
إلا جنس الحية، نقول حية، لكن في موضع التحدي للسحرة كل آية تقرأ فيها وجاء السحرة موضع التحدي إيش يقول؟ يعبر عنها بالثعبان. ليش؟ اللي هو أكبر؟ للثعبان أعظم وأهول في النفس، يعني يدعو إلى التعظيم والتهويل. لما تقول ثعبان حتى في الحديث يعني يأخذه الذي لا يزكي ثعبان أو شجاع أقرع، لأنه أبشع أنواع الثعابين. فلما يكون حالة تحدي أنها حية سيدنا موسى وعصاه تكون في حالة تلتهم الحياة الأخر، فحالة تحتاج إلى عظمة وتحتاج إلى عظمة وتحتاج إلى تهويل في نفس السامع، فيعبر عنها بالثعبان. لكن في موضع سرعة الحركة يأتي بلفظ الجان. الجان طبعا من أسماء الأفاعي الصغار التي هي سريعة التحرك، مثل الثعبان الكبير حية صغيرة نقول هكذا. يعني الكبيرة تكون حركتها أقل طبعا من الصغيرة. طيب، فمثل هذه المغايرة في الألفاظ إيش؟ اختلاف المقامات والمناسبات. يختار المناسب الحديث إيش يكون فيأتي. طيب، هذا الاختيار اللفظ والوصف القرآن الكريم ما يحتمل تغيير حتى في الشكل؟ يعني قد تكون هي عصا موسى عليه وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، قد تكون هي بشكل حية ومرة تكون جان ومرة تكون بشكل ثعبان. نعم تمام، يعني هذا الوصف هو حقيقي وارد وليس فقط لفظا. هو لو قال حي في كل المواطن الثلاثة صادق أم غير صادق؟ هو صادق، يعني هذا هكذا. هو لو قال ثعبان في الثلاث مواطن، يعني أنا أقصد أنه قد يكون في بعض المواقف تكون هي ثعبان، وفي مواقف أخرى تكون هي حية صغيرة، وفي مواقف أخرى تكون هي يعني جان. فعلا، يعني هذه متداولة. لا هو فعلا، يعني هو عفوا سمعت الشيخ، يعني النبي موسى لم يستخدم العصا فقط أمام فرعون في مثل هذا اليوم المشهود أو دعا إليه، قد استخدمها في مواطن أخرى، ولذلك كان الاستخدام أو اللفظ القرآني بحسب المكان. طبعا، وليس فقط مجمل الآيات. يعني هذا الله أعلم، ما أنا ما أعرف. هذا صحيح. هو هذا الآن هنالك لما تقول جاءني أسد أو تقول رأيت حية، تقول للجان رأيت حية، أنت صادق أم غير صادق؟ صادق صادق، هي حية، جنس جنسها جنس الحياة، يعني الأفاعي. ولما تقول رأيت أفعى للثعبان، أنت صادق أم غير صادق؟ صادق. يعني كلمة العفو أقصد صادق، يعني صحيح اللفظة هي غير صحيحة. هي أجتك؟ لا لا، العفو الآن. لا، ثعبان، كلمة ثعبان. لا، تصدق على الحية وتصدق على الجان وتصدق على الثعبان، والكلمة حية تصدق عليهم. يعني إحنا في استعمال العرب فعلا هم يراعون هذا التفرقة، يسموها هذا جان، يسموها ثعبان، وكلها يسموها حية. هي الحية. لا، تطلق على الثعبان وتطلق على الجان. لكن استخدام الحية غير استخدام هو القرآن يستخدمها، وكلها لو أطلقت أحدها على الآخر في اللغة في خارج القرآن أقول لك صادق. صحيح. يعني العرب، أنا الآن لو رأيت ثعبان قلت هذه حية، في اللغة العربية أنا مصيب، صادق فيها. ولو رأيت جان صل صغير وكان أقول هذه حية، أنا صادق فيها. ولو رأيت حية وقلت هذه حية، أنا صادق فيها. لكن لما أجي للقرآن، القرآن لا ما يقبل هذه لا، القرآن له استخدام دقيق جداً. يعني لم يكن مجرد بس السياق لفظي، يعني لا يأتي بلفظة لفظة لها دلالات إلا ويقصد بها معنى معين. سبحان الله. القرآن، خصائص التعبير القرآني، أول شيء كما قلت يراعي الدقة في الوضع. هذه اللفظة لا يمكن أن تتأخر ولا يمكن أن تتقدم، لا يمكن أن تزيد شيء منها ولا تنقص منها. لو تستخدم مثل لهو اللعب، غفور رحيم، كل لفظة يراعي فيها الدقة المتناهية، يرى كما قلنا اتساق المفرد القرآني. أنا ذكرت الحلقة الماضية حلقة استخدام البشر والإنسان. البشر القرآن يستخدمه في موضوع البشرية، اشتراك الناس بالأكل والشرب والكذا، والإنسان يستخدمه في دلالة أخرى. الدقة في الوصف، يعني مثلا يقصد به التركيب النحوي، يعقبها توضيح بيان، ذكرنا صلصال كالفخار. دقة في الانتقاء، دقة الانتقاء تعود إلى اختيار الكلمة الخاصة بالمعنى لتؤدي المناسبة التي ترد في النظم. معناها هاي اللفظ القرآنية مختارة في موضعها الذي نزلت فيه وصيغتها في التركيب بفعل السياق. ولا تجد كجمال مثل مفردة البخس أو يبخس في مكانها بموضوع أو كلمة النقص والتطفيف. طبعا النقص والتطفيف والبخس كلها تؤدي نفس المعنى، واحد يعني تقليل من قيمة الشيء، تقليل من قيمة الشيء. جزاك الله خير. الله يسفر. لكن لو جئت إلى الآية ولا تبخسوا الناس أشياءهم،
لو قلت ولا تنكسوا الناس أشياءهم لا تؤدي هذا الدلالة. فعلا فرق واضح. فرق واضح. أنت الآن حتى الموسيقى مالتها نعم. لها دلالة نعم. فلا تقوم هذه لأنها أريد بها ظلم الناس في إنقاصهم حقوقهم عما يجب له الوفاء. هذا البغص. يعني هو الوفاء يكون لا تبخس الناس حقه، يعني هو يجب أن توفيه حقه، توصل حقه، فتبخس هذا الشيء. وبالتالي مثل قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي ظلم. طبعا هنا لا يمكن أن تؤدي وشروه بنقص ولا بتطفيف. بالتأكيد. المعنى نعم. هكذا واضح سمحت نعم. الشيخ أنا يعني صراحة تهمنا الوقت شيخ، جزاك الله خير. بقي لنا الكثير نتحدث به نعم. في هذا القرآن، هو كلام الله عز وجل، ممتع الحديث فيه جدا وشيق أيضا. شكرا لك يا سمحت الشيخ، الله يبارك فيك. الأستاذ الدكتور محمد طه حمدو، رئيس دار الفقه والأثر في العراق، شكرا جزيلا لك. شكرا شيخنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من أسرار التنزيل. انتظرونا في حلقة مقبلة في نفس الموعد الخميس المقبل من أسرار التنزيل، لكن حلقة الأحد المقبل من فقه العصر أيضا في نفس الموعد عند الخامسة عصرا بإذن الله تعالى. سنلتقيكم في هذين البرنامجين. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.